التمارين بتاعتكو شاقة جدا، وطول الوقت اوليفر روي يعني مش سايب فرصة. مظبطنا. اه بالظبط، التمارين صعبة جدا، فبشكرك طبعا على تواجدك ربنا معانا يخليك. النهارده. لا شرف ليا طبعا ربنا وجودي في القناة يخليك. طبعا. كلمني في البداية عن النتائج المميزة اللي عملتوها، ابتداء من السوبر الافريقي اللي كل اللي اتفرج عليه كان حاسس ان اليوم ده مش يوم الزمالك، لكن انا دايما بستعين بكلمة كده كابتن عمرو صلاح دايما يقولها، ان الفريق ده فريق معلمين، ولما بنقول معلمين مش ثقة زيادة، لا، لما بنقول معلمين ان انتوا عندكم خبرات ترجعكم في اي وقت للمباراة. قولي المباراة دي، نبدأ كده بالسوبر الافريقي كان اول حاجة فتحت نفسنا، قولي المباراة دي شفتها ازاي؟ هو المباراة دي كانت صعوبتها في ان الراجل كان لسه واصل، بيقدم سيستم جديد للفرقة، طريقة لعب جديدة، سواء يعني على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. فهو ده كانت الصعوبة. لعيبة المنتخب ما كانتش معانا لحد اخر فترة قبل السوبر، يا دوب صحيح، اتجمعنا قبل البطولة ب10 ايام، بدأنا نتمرن بشكل ان الفرقة تبقى كاملة مع بعض ولعبنا الماتش. فهي دي كانت المخاوف، ان مفيش كيمستري، الطريقة اللي هو عايز يلعبنا بيها لسه ما خدناش عليها صحيح، بأحسن حاجة. بلس ان انت بتلعب مع النادي الأهلي في أول ماتش في السيزون، ماتش بيأهل كأس عالم أندية، ليه حسابات تانية، فكان في ضغوطات كتير. هي دي اللي مخلية ان الدنيا كانت موترة شوية. بس زي ما انت قلتي، هو الحمد لله الفرقة بتاعتنا سكواد يعني متكامل إلى حد كبير جدا، في عناصر خبرات كتير، في عناصر كإمكانيات فردية كتير جدا وإمكانيات جماعية. صحيح. سبيشال ان يعني انت عندك من الفرقة في 11 لعيب في المنتخب، فحتى لما الناس بتروح المنتخب بيبقى في برضو يعني تجانس ما بينهم وما بين بعض في اللعب. فالدنيا الحمد لله مشيت. الماتش كان على طول رايح جاي، كان ماتش صعب صعب، كسبنا في آخر طبعا ثانية. بس الحمد لله ده نتيجة ان احنا فعلا فرقة، يعني احنا بينا ان احنا الاحسن، بالرغم ان احنا كان عندنا مشاكل في الماتش، يعني كان في عندنا مشاكل كتير في الماتش، طبعا بس برضه في الاخر احنا الحمد لله كسبنا والحمد لله بدأ بقى الموسم السوبر في الدوري. من ضمن المشاكل او الكلام عن المشاكل خلال المباراه انه الدفاع، مش ما تقدرش تقول ان طريقه اوليفر روي في الدفاع حلوه او وحشه، لان هو اقرب حد للفرقه وهو اللي يقدر يقول ايه المناسب، ما حدش ينفع من بره يجي ينظر كده ويقول ايه المناسب في طريقه الدفاع، لكن هي طريقه دفاع مختلفه عنكم، تمام مش بتلعبوا بيها الاهلي دايما، انتوا كحراس مرمى اكتر ناس بتعانوا لما بالظبط. بتكون طريقه الدفاع فيها مشكله. قولي صحيح انت ما كنتش متواجد في المباراه، لكن قولي من خلال الكواليس اتعاملتوا ازاي مع طرق الدفاع، طريقه الدفاع المختلفه دي في التمارين اللي قبل الماتش، وكنتوا حاسين ايه قبل الماتش، والناس جوه الماتش كانت بتتكلم معاك ازاي سواء هنداوي او فلفل؟ بصي، هو احنا دايما قبل الماتشات المهمة، سواء ايا كان مين هيلعب مين مش هيلعب، احنا بنقعد احنا الحراس مع بعض، بنقعد بنعمل سكاوتنج طبعا على الفرقه اللي قدامنا، بنشوف كل فرد زواياه المفضله، الزوايا اللي بيحب يرجع لها في الوقت اللي هو بيبقى مزنوق فيها. عملنا الموضوع ده. طبعا الدفاع هو يعني في الهاندبول حديثا بقى هو 80% من لعبك انت، هو الدفاع هو اللي بيكسب. اي صحيح، حد في الهجوم عادي ممكن يكون بيهاجم كويس، بس لو هاجم كويس طول الماتش ودفاع مش كويس ممكن يخسر. فهو صحيح، الدفاع هو يعني رمانة الميزان في الماتش، لو دفاعك كويس بنسبة كبيرة هتكسبي. صحيح، فطبعا كان في مشاكل كتير في الدفاع في الماتش ده فعلا، لأن كان زي ما قلنا سيستم جديد على الفرقة، فطبعا حصل أخطاء دفاعية وحصل انفرادات كتير على الأجوان. بس برضو زي ما بيحصل غلطات، وعندنا برضو احنا الحمد لله عندنا سواء اللي لعب الماتش سواء كريم أو فلفل، كانوا الحمد لله يعني أسباب من الأسباب الرئيسية في ان الفرقه تكسب وتحافظ على الفرق لما احنا كسبنا، وان احنا نقرب الفرق لما كنا خسرانين. هما الاثنين لعبوا ماتش كويس جدا، وده الفرق زي ما انا قلت، ان في خبرات وفي صحيح، رغبه في الفوز قويه جدا، وفي بوند في الفرقه، كل الناس متفقه ان احنا عايزين نكسب. ف لما بيكون عندك كل ده صعب حد يكسبك.